الاهلي يفوز بالسوبر السابع في تاريخه بشوط اول بمستوى الدوري المصري وشوط تاني بمستوى دوري الابطال. مباراة الاهلي قدر يتفوق فيها على نهضة بركان 2-0 في مستوى نهضة بركان، كنت مستغربه في الشوط الاول وكنت متفاجئ منه، ولكن الشوط التاني الاستغراب قل شوية ونهضة بركان ابتدى يلعب باللي كان متوقع. مباراة فيها كلام كتير جدا 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 صراحة. الحلقة دي وصلت لك، انزل اعمل لايك، ولو اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب وكنا على الجرس عشان يجي لك كل جديد. يلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. عثمان النهارده بيبدا بالاربعه 2-3-1 تقريبا نفس تشكيل ماتش سان داونز، محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، بدر بنون، محمد هاني، ايمن اشرف، علي رامي ربيع، عمرو السوليه، وهاليو ديانج قدام، افشه على الشمال، طاهر على اليمين، حسين الشحات، وقدام محمد شريف. الغريب بقى طول الشوط الاول ان الاهلي نادي بركان ضغط عليه ضغط عالي وشرس جدا، بدايه من حراس المرمى من عند الشناوي بيضغط ضغط شرس، بيضغط على حمل الكره بشراسه، بيحاولوا يوجهوا اللعب، وتوجيه اللعب والضغط الشرس والضغط العالي اللي كان بيطبقه نادي بركان كان بيؤدي ان الاهلي بيلعب الكوره الطويله، كان الاهلي بيلجا يلعب الكوره الطويله لان مفيش مساحات يلعب كوره على الارض، وبيعمل ميس باص لما بيلعب كوره على الارض، وبالتالي ابتدى يلعب كرات طويله في ضهر المدافعين بتوع نادي بركان ويلعب بعشوائيه هجوميه، ادى ان الاهلي ما يوصلش للمرمى نهضة بركان الشوط الاول. طول الشوط الاول ما شاطش شوط على المرمى، طول الشوط الاول الاهلي ما شاطش شوط على المرمى، وكان بيحاول يطبق حاجه واحده بس، الضغط الكوره الطويله، الكوره الطويله، الكوره الطويله من غير بلا جوده، ما فيش اي جدوى من الكوره الطويله تماما. اللعب كان بتاع نهضة بركان كان مفاجئني ليه؟ زي ما قلت في المقدمه، انا كنت متوقعه ان نهضة بركان هيبدا المباراه مد الكوره للاهلي، مد الاستحواذ للاهلي، واقف في نص ملعبه وبيحاول يضرب بالهجمه المرتده، ولكن اللي اتفاجئت بيه ان نادي بركان بيلعب ضغط عالي بشراسه كبيره جدا على الاهلي، وادى الاهلي يبقى مرتبك في ظل الضغط العالي بتاع نادي بركان. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الالتحامات الهوائيه كلها طول الشوط الاول نادي بركان هو اللي فايز بيها. الكوره الثانيه لما بتتلعب التحام هوائي، الكوره لما بتنزل نادي بركان برده اللي بيفوز بيها، والمهارات الفرديه. نادي بركان طول الشوط الاول مستحوذ على كل حاجه، مش مستحوذ على الكورة، لا، على كل حاجة، الكرات الهوائية، الضغط العالي، المهارات الفردية، حتى الكرة التانية برضه كان بياخدها من الأهلي. ميس باص كتير من لعيبة الأهلي. في بداية المباراة كان في ميس باص نوعاً ما شوية من لعيبة نهضة بركان، لكن بعديها بشوية ابتدوا يفوقوا، ولعيبة الأهلي هي اللي ابتدت تعمل ميس باص، لعيبة الأهلي هي اللي ابتدت ترتبك، لعيبة الأهلي هي اللي ابتدت مش فايقة. مبقاش في ربط ما بين اللعيبة. اللعيبه بتاعت الهجوم في وادي، ولعيبه المدافعين نص الملعب في وادي، ادى ان محمد مجدي قفشه ينزل كتير لنص الملعب عشان يبتدي يستلم الكره ويلعب كرات، يبتدي يلعب مع الفريق اللي يلعب مع الهجوم. ولما حتى الكره كانت بتوصل للناحيه الهجوميه عند الاهلي، وخاصه عند حسين الشحات، كانت بتفقد. اول ما الكره توصل عند حسين الشحات وكانها ما وصلتش، حسين الشحات ما بيعملش اي حاجه، يحاول يحنكش، يحاول يعدي، يحاول يعمل اي حاجه غير ان هو يلعب كره قدم، غير انه يلعب كره قدم. الشوط الاول كان غريب جدا من الاهلي. نادي بركان كان اخطر، كان بيوصل لمرمى الاهلي. بصراحه من وجهه نظر الاهلي كان المفروض يطرد منه ياسر ابراهيم الشوط الاول. لو ما كانش اطرد في الكره بتاعت الكوع طرد مباشر، لو كان رجع لفار كان طرد طرد مباشر في كره الكوع، كان المفروض يديله الانذار الثاني والطرد في الكره الاخيره في الشوط الاول. لما قطع انفراد او عطل لاعب نادي بركان عن انفراد محمد الشناوي، كان المفروض ياخد الانذار الثاني والطرد. لو كان اطرد ياسر ابراهيم الشوط الاول كان هنشوف شكل مغير الاهلي الشوط الثاني. ولكن الشوط الثاني بدايه المباراه موسيماني بيسحب اللعيبه اللي عندها انذارات، ايمن اشرف بيطلع ينزل بداله علي معلول، وياسر ابراهيم بيطلع ينزل بداله رامي ربيعه. التغييرين دول لما اتعملوا، وخاصه تغيير علي معلول، ابتدى الاهلي شكله يبقى مغاير، وكان لما يعني زي ما حفيظ دراجي قال، وكان الاهلي بدا المباراه من الشوط الثاني، وكان الاهلي وصل الدوحه ووصل قطر من الشوط الثاني. ابتدى الاهلي يبقى اللعيبه بتظهر لبعض، بقى في لينك اب بلاي ما بين لعيبه نص الملعب ولعيبه المهاجمين، وخاصه بقى في ربط وبقى في مثلثات بتتعمل عند ناحيه علي معلول. علي معلول لما نزل فرق كتير جدا للاهلي هجوميا، لاعب بيفرق جدا 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 مع الاهلي لما موجود في ارض الملعب. نزل ادى ان يعمل ربط مع طاهر، محمد طاهر، وكان كمان لما بيوصل معاهم مع محمد مجدي قفشه كان بيبنوا مثلثات على لعيبه نادي بركان بيحاولوا يخرجوا بالكوره على الخط بالمثلث اللي بيعملوه، وكان فعلا بيدي للاهلي اريحيه وبيدي الاهلي هجمات. وفي ظل ان الناحيه بتاعت علي معلول هي اللي شغاله اكتر، والملعب بقى مايل ناحيه علي معلول، الناحيه التانيه ناحيه اليمين بقت فاضيه،
بقى في مساحات كبيره لمحمد هاني وحسين الشحات، مساحات كبيره لمحمد هاني وحسين الشحات، والكوره اللي اتلعبت ما بين حسين الشحات ومحمد شريف كوره ميته، لكن محمد شريف بمهاره مميزه جدا بياخد الكوره وبيلف ومن غير ما يبص بيحطها بشماله في البعيده. مهاجم من طراز فريق محمد شريف، مهاجم مميز جدا، على طول بياخد الكوره وبيلف ويحط كوره بتفكرنا بكور عماد متعب. فعلا الكوره بتفكرنا بكوره عماد متعب، هي السنده واللفه والشوطه عماد متعب. والجون اول الاهلي في ظل اللي احنا بقى شفناه من نادي البركان، العامل البدني فرق مع نادي البركان. الشوط الاول انت بتضغط ضغط شرس، بتضغط ضغط كبير، بتلعب دفاع متقدم، بتستخلص الكوره، التحامات هوائيه، ثنائيات، كل الكلام ده كنت واخده. ولكن الشوط الثاني العامل البدني فرق مع نادي البركان، العامل البدني ابتدى يقل، الضغط العالي ابتدى يقل، الالتحامات الهوائيه ابتدى الفوز بيها يقل، الكوره الثانيه ابتدى الفوز بيها يقل، وبالتالي المباراه اتجهت ناحيه النادي الاهلي. الاهلي الشوط الثاني تقريبا كان بيلعب لوحده، ضغط بيستخلص الكوره بكل سهوله، الكوره الثانيه كان بياخدها، والتغييرات اللي كانت من على الدكه كانت مفيده. كانت مفيده، التغيير اللي انت عملته في الاول ادى لعلي معلول يفيدك جدا في الناحيه الهجوميه، دي حاجه. التغيير الثاني لما نزل صلاح محسن بدل حسين الشحات، وده تغيير هنقف عنده شويتين. حسين الشحات من بدايه ما جه الاهلي مش الموسم ده بس، ما اداش بالمستوى المطلوب. المستوى المطلوب اللي هو يبقى لاعب ظهر يفيد الاهلي هجوميا، حسين الشحات ده مش بيعمله. ليه موسيماني مصر يلعب حسين الشحات؟ انا مش فاهم. عنده على الدكه كهربا، وعنده على الدكه صلاح محسن، وخاصه صلاح محسن اللي كان اللي بقاله 3 4 ماتشات كل ما ينزل على الدكه بيسجل لك هدف وبيخلص لك مباراه، لماذا بحط جنبك على الدكه ما بتديلوش فرصه؟ انا مش فاهم، انا فعلا مش فاهم. اتمنى المباراه اللي جايه حسين الشحات يركن على الدكه شويه وتدي فرصه بقى لكهربا او صلاح محسن، خاصه صلاح محسن كهربا نزل برده ادى كام لمسه كده. فصلاح محسن بينزل يجيب لك الجول الثاني على طول، على طول بيجيب الجول الثاني وينهي الماتش. خلاص انا نزلت جبت جول تاني وقفلت الماتش، قفل الماتش ده يا ابني كده خلاص انتهى. تغييرات مميزه من موسيماني جدا، فاد الاهلي هجوميا، فاد الاهلي في ارض الملعب، والاهلي خاصه الشوط التاني لا شكل مغاير، شكل مغاير. الضغط اللي بتلعب بيه بشراسه، ضغط على حامل الكرة بكل شراسه، بلاعب وباثنين وبيستخلص الكوره سواء في نص ملعبه ونص ملعب نادي البركان، لا شكل مغاير للاهلي الشوط التاني. قد الاهلي يكسب البطوله في الاخر. لو الاهلي كان فضل يلعب بشكل بنفس الشكل بتاع الشوط الاول كنت اقول لك ممكن المباراه تمتد لوقت اضافي او ضربات جزاء، وده اللي كان نادي بركان كنت حاسس ان هو بيعمله من بدايه المباراه. نادي بركان لو كان ضغط شويه على الاهلي او الفرص اللي جت له كان خلصها، او ما كانش بيفكر في تضييع الوقت ومد المباراه، كان قدر يسجل في الاهلي الشوط الاول. لكن فكره ان نادي بركان كان بيحاول يمط في المباراه عشان يوصل للي هو عايزه ضربات جزاء ووقت اضافي، ده اللي ادى ان نادي بركان يخسر في الاخر. واداء الاهلي الشوط الثاني زي ما قلت لك في المقدمه، اداء اول الشوط الاول اداء بمستوى الدوري المصري، الشوط الثاني اداء بمستوى الدوري ابطال افريقيا. هو ده شكل الاهلي في دوري ابطال افريقيا، الضغط، الاستخلاص، الالتحامات الهوائيه، المهارات الفرديه، كل ده بتاع اهلي بتاع دوري ابطال افريقيا. شفناه من ماتش سان داونز بالقاهره وماتش سان داونز بجنوب افريقيا، هو ده الاهلي بتاع افريقيا. لكن الشوط الاول ده اهلي مش عايزين نشوفه، اهلي ما يتشافش، مش مستوى بتاع النادي الاهلي. في النهايه مبروك لكل جمهور النادي الاهلي البطوله الرابعه في الموسم، والرباعيه مع برونزيه كاس العالم، كمان لسه في بطوله اللي هي كاس السوبر المصري. بنسبه كبيره الاهلي هيبقى معاه خماسيه في موسم 2020 2021. مبروك لكل الاهلاويه البطوله، بطوله غاليه، بطوله غايبه من 7 سنين بترجع تاني لخزائن النادي الاهلي، والبطوله السابعه في تاريخه. مبروك مبروك لكل جمهور الاهلي من كل قلبي. وفي الاخر ده كان راي شخص واحد في مباراه السوبر الافريقي بين الاهلي ونادي البركان. قول لي رايك انت في الكومنتس في المباراه، وقول لي كمان توقعاتك الفتره اللي جايه، هل الاهلي الاداء بتاعه هيتحسن مع رجوع المصابين ولا لسه في شك على موسيماني؟ قول رايك في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، لان الناس اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد، وتابعنا على السوشيال ميديا على الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر، وكمان مع كوستاف اشوفك الحلقه الجايه. سلام.